شنو هو النجاح؟ فالنجاح حلم أي شخص في هذه الحياة. النجاح ماشي وصفة كناخدها ولا كنشريها ولا شي حاجة واجدة نقدر نلقاها ديما، هو عملية جهد متواصلة. فإديسون ملي بغى يخترع المصباح دار أكثر من 1000 تجربة وكانت خاطئة، من بعد جات النتيجة صحيحة. ما تفكرش بلي شي واحد كينجح من الأول. طريق النجاح يحتاج إلى شخص مغامر ومثابر اللي كيفشل في المرة الأولى وكيتعلم من الخطأ ديالو. حتى لو حاولتي وفشلتي فحاول مرة أخرى وما تفقدش الأمل وكون أكيد أنك غادي تنجح. واليوم غادي نتكلم لك على 4 خطوات مهمة باش تكون إنسان ناجح في حياتك. السلام عليكم ومرحبا بك مع الكوتش عماد. إذا كنت جديد تابعنا معنا وفعل الجرس باش تستفد من كل جديد. إذا على بركة الله. أول حاجة هي تحدد الهدف ديالك من الحياة. أنت شنو بغيتي من هذه الحياة؟ شوف راسك من هنا 5 سنين ولا 10 سنوات لا ياش باغي توصل. ثاني حاجة هي الفياق بكري. كاين اللي كينعس باش يحلم بالنجاح وكاين اللي كيفيق باش يحقق النجاح. فتخيل معايا كتفيق معطل ساعتين في اليوم، إلا حسبناها غادي نلقاو هي 730 ساعة في السنة، وخلينا نقولوا بلي متوسط عمر الإنسان هو 60 سنة. إذا إلا ضربنا 730 في 60 غتعطينا 43800. هذا الوقت كيضيع منك فقط في النعاس، هذا الوقت كيضيع من عمر. ثالث حاجة اللي خاصنا نعرفها هي الخوف من الأخطاء. أكبر عائق يواجه الناس في حياتهم هو الخوف من ارتكاب الأخطاء أو الفشل، ولكن الفشل الحقيقي هو الاستسلام وعدم الاستمرارية في المحاولة. ما يمكنش للطفل يتعلم يمشي قبل ما يفشل عدة مرات ومرات وقبل ما يسقط، عادي يتعلم أنه يمشي. والشيء الرابع اللي خاصنا نعرفه هو الالتزام. معظم الناس كيديروا هذا الشيء كامل ولكن ما كيلتزموش به، وكيرجعوا للفشل والعجز والنوم وعدم الشعور بالرغبة باش يحققوا داك الشيء اللي كانوا باغيين. يقول الحكماء أبواب النجاح 1000 لن تدخلها إلا من باب الالتزام. دور ديالي سهل وده الدور ديالك، حتى شي حاجة ما صعيبة، ولكن احنا اللي كنعقدوا الأمور.